على عيني. ظهري ابن عمي ملقوطة. خدني بكرة لعند ام ربيع كتير متضايقة. يسلم ما ذكرت ابن عمي. اخ يا راسي. يا لطفية تعالي هلو تعالي هلو تعالي ما حول مرحبا هلا هاي الغراض اللي وصيتيني عليهم كلهم. شوفي اذا ناقصي شيء حاكيني. ايه طيب يلا خاطري. لوين رايح ابن عمي؟ يلا رجع رجع. ما شفته. يلا راجع. الله معك مع السلامه. مازين؟ ايوه مني. ليش بدك تتركنا؟ مو عاجبك الشغل؟ لا يا معلمي الله يسامحك، بس جاييني عقد عمل برا. عقد عمل برا؟ ولاد عمي عندهم محل بالخليج وحاجة لمحاسب يمسك له المحل. اها يعني مصمم؟ والله اذا سمحت لي. انا ما بوقف بش رزقتك. على عيني عمي ابو قاسم. وفوق هاد لك مني مكافأة. غسان؟ حاضر معلمي. عود انت ومازن وظبطوا هالدفاتر واستلم منه الحسابات. تأمر معلم. انت بس تسلموا الدفاتر توكل على الله. بس خليني اشوفها قبل ما تمشي. ان شاء الله معلم. السلام عليكم. السلام على السلامة. نيفين تعي ماما افتحي الباب. ماما شو بتريد؟ بابا هون عمو؟ ايه هو في واحد بده يعرض ابراهيم محمود وقاسم اهلا وسهلا شرف فوت ما بدي فوت ما بدي فوت فوت شبا شو في معك مصاري المسألة فيها حياة وموت قد ما معك أعطيني لك فهمني شو في بعدين بحكي بشوفك بالقهوة بنحكي أعطيني أعطيني ما في غيرها ماشي الحال سكتوا فيها واصل مشوار صغير وراجع لا يعجبك يا حبيبي طيب شو عامل؟ اخذ بضاعة من عنا من 6 أشهر لهلا ما اعطانا حقها ابراهيم؟ ايه ابراهيم نصاب بلهموتي Thank you.
خليك هيك لشوف. إذا ما بصير ورا الناس أنا ما بفهم. ليش انت كنت عايش بين الناس؟ فكرك وبردي خلف الشوكة. لا يا بلا، اذا كنت انا شوكة بتكون انت اللي زرعتني. ليش ما تعبت مشيت مثل غيرك لحتى تترك لي شيء؟ لازم يعني تورطني الهم والغم، يعني لازم افتل على فرد كعب حتى اقدر اكل. اما شو اكل؟ اه يا ابي اه، الله يسامحك الله يسامحك ويسمع عنك. الله يسامحك على الحياة اللي تركت لي اياها. عليكي تطاوعيني، خليني اخذك على الدكتورة مايا. اخ امي انت هيك عم تتعبي حالك؟ بدي اطمن، بركي ان شاء الله بيكون ولا امي ولد ولا بنت كله بامره. كل الحوامل بيروحوا بهالشهر بيطمنوا على حالهم بالجهاز، ببين اذا كان ولد ولا بنت. امي انا بعمري ما عملتها وهلا ما راح اعملها، بعدين اللي بيبعته الله منيح. انا جوزته لابو قاسم حتى خلصنا المشكلة، بتجي انت بتذكريني. الله يسامحك يا امي. ميلي هلا بطن ماما مو اكبر من بطن الماجد؟ شوي، هي المنى لما بتصير بالشهر التاسع بيكبر بطنها كثير. هلا ماما صارت بالشهر التاسع؟ 10 ايام بتولد ان شاء الله. يعني بتولد هي وام ماجد سوا؟ يمكن، بتعرفي صرت اتمنى ما تجيب ولد حتى تكيد العزال. انا ما بتجيب غير بنات، يعني ما بتعرفي؟ ميلي شيرين يلا على غدا امي. يلا ماما يلا. هلا 100 مرة قلت لك القهوة أنا بسويها. سناول من إيدي. أدي تعي أدي أدي. الله يعينك. ناموا صغار؟ أكيد ناموا. بتعرف حاسة رجلي مو مني. عم يجعوكي؟ عم يضربوا علي ضرب. هذا من تقل الولد. مع السلامة يا محمد، يسلموا إيديكي. إن شاء الله بتقومي بالسلامة يا لطفية. آخ يا أمي آخ. توم وشريهان لسه ما صار عمره سنة. التوم خير لك بنتي، وإن شاء الله توم ولاد. بكرة من الصبح بدي أخذك لعند الدكتورة مايا، خلينا نشوفهم على الجهاز. أمي برضاي عليك لك بنتي توافقي. يا أمي الجهاز شو رح يغير؟ ما بيغير شي، بس أنا بدي أطمن، قلبي عليكي مثل النار. يا أمي الله يخليكي توافقي، عيادة الدكتورة مايا مو بعيدة، منروح مشي ومنجي مشي. وينك؟ المشي بهيك حالة بفيدك كتير. ماشي، بدنا نقلها لأبو قاسم؟ لا أيو، خلي له إياها مفاجأة. تصوري بكرة بس يدرى إنه جاي توم ولاد رح ينط ما يحط. نضحك على حالنا أبو رسمي. الله يعين جوز التنتين. لا والتنتين حملوا بشهر واحد. ايه ويمكن يلدوا بيوم واحد. من شان الله بلا هالفال. لك ايش بدي اتقطع لا اتقطع. مو انت جنيت على حالك يا رجل. السلام عليكم. اهلين ابراهيم. وعليكم السلام. خير؟ ما عدت بينت. ماشي الحال الحمد لله. شو رايك انت ابو قاسم؟ منيح. كيفك انت؟ الحمد لله. جرب لك كرسي واقعد. لا معلش ممكن دقيقه؟ بدك يعني برا؟ لا لا هون بيمشي الحال، كلمتين بس. ممكن؟ عن اذنك ابو رسمي. تفضل. عن اذنك. لك ابراهيم انت دائما مستعجل، تتذكر لما اجيت لعندي على البيت من 3 شهور؟ بتذكر. انا عم تقل عليك ابو قاسم مو هيك؟ بس شو بدي لك ابو قاسم؟ كل ما اللي عم تنسد بوشي. لك لتكون قاعد عواطلي ما عم تشتغل. انا اقعد عواطلي؟ لا يا ابو قاسم لا.
هلا انا اذا قعدت على الطال بطال، مين بده يصرف على المراه والاولاد؟ مين؟ لك ايه بس كل مالك لورا، شو صار؟ حظي حظي المعتر يا ابو قاسم، حظي كل ما لا عم تنسد بوشي ما عم اقول لك. مهم بدك مصاري ما؟ لك ليش انا بحبك؟ لانك بتفهم على الطاير. إيه بس انا ما راح اعطيك. ليه؟ انت بتزعل من الحق شيء؟ لك اشتهيت مره دينك وترد لي الديني الا مره واحده. طيب يا ابو قاسم ماي ما اعطيتك؟ طيب ما عم تشتغل، ليش ما معك؟ يا ابو قاسم انا عندي ست اولاد وامهم، قال لي شو بدهم مصروف هدول؟ هذا غير انه امهم هلا حامل وعم تتوحم. شو هلا اذا طلبت بقلاوه او موز او ضرب الصخن ما بدي اجيب لها؟ وغير هيك الاولاد طالعين فجعانين لامهم، بقى بحرم حالي ولا بحرمهم؟ لا بتحرم حالك. وهذا اللي عم يصير. ليك تيابي ليك، في رجال مقدر محترم مثل مني بيلبس هيك تياب؟ اكيد لا، خاصه اذا كانوا وسخين بهالشكل. ها هلا اذا بدي اشتحهم مشان اغسلهم ما بدي البس غيرهم؟ اي وكيلك الله ما عندي. طيب 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 خد هدول كمان ما بدي اياهم. قديش حطيت لي؟ هلا شحاد ومشاري. شو مطلوب منك بركي؟ كتر خيرك، السلام عليكم. مع السلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله. منو هاد؟ رجال درويش. صاحبك؟ ايه صاحبي. بس قديش فرق معي يا ابو رسمي. كيف يعني فرق معك؟ يعني لما كنا صغار بالمدرسة كان انسان شهم. كيف فرق معك يعني؟ يعني لما كنا صغار كان ظريف كتير، عنده نخوة وكرامة، هلا كأنه انسان تاني، كأنه مو هو. فقير ما؟ فقير كتير. وانت متعود تعطيه مصاري كل ما تدايق ما؟ وبحياتي ما شفته الا بتدايق، دائما بيشكي لي. لا تزعل مني ابو قاسم، انا الي نظره بالناس وهذا الرجال مو تمام، وان شاء الله نظرتي ما بتخيب. ما فهمت. يعني واضح تمام انه هالرجال كذاب وبلغموطي.